مشاهدينا الكرام، ينضم معنا الدكتور عبد السلام ياسين السعدي، الكاتب والباحث السياسي. اهلا بكم دكتور عبد السلام. بدايه، تحالف الاصلاح يؤكد ان مسوده اخراج القوات الاجنبيه ستعرض للتصويت في البرلمان. كيف تقرا ما يجري ودلالاته بالتوازي طبعا مع وجود تسريبات بتجميد ميليشيات الحشد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الانسحاب القوات الامريكيه من العراق موضوع متشابك جدا ويتعلق بظروف اقليميه ودوليه. عندما انسحبت الولايات المتحده الامريكيه قواتها من سوريا وحركتها نحو العراق، فانها تسعى الى اولا تهديد، هو العمليه عمليه عسكريه وليست عمليه سياسيه. لان تحريك القطاعات العسكريه هي عمليه عسكريه. فتهديد إيران ومحاولة تقديمها وتقليل نفوذها في العراق. الموضوع الآخر المتشابك، الزيارات اللي قام بها وزير الخارجية الأمريكي وما أشيع عن تقديمه لقائمة بأسماء مطلوبين من فصائل الحشد الشعبي، ومن ثم زيارة وزير الخارجية الإيراني، كل هذه الأمور تصب في دفع إيران لمحاولات الامريكيه لصد الخطر عنها، وجعل الساحه العراقيه هي ساحه الصراع مع امريكا بوجود هذا العدد وهذا الكم من الميليشيات والاسلحه التي وفرتها لهم. دكتور عبد السلام، المسوده التي تتحدث عن اخراج القوات الاجنبيه، هل تعتقد ان ما يقصد هنا بالقوات الأجنبية هي القوات الأمريكية فقط، أم أن المصطلح عام ليشمل حتى القوات الإيرانية بقيادة قاسم سليماني وأي قوات أجنبية أخرى موجودة على الأرض في العراق، إن كانت بريطانية فرنسية أو كندية أو مهما كانت؟ نعم، القرار المزمع اللي دون من عند الأحزاب السياسية والفصائل المرتبطة بإيران هو المقصود بالقوات الأمريكية حصرا، لأنه القوات الأمريكية هي مصدر تهديد للفصائل المسلحة. ومثل ما جاء في تقريركم حول السفارة الأمريكية وتهديدات الفصائل المسلحة يعني التعرض للقطعات الأمريكية، وكلها طبعا يعني بدات هذه الوتيره عند زياره ترامب الى العراق والى قاعده عين الاسد وتبعتها تفاعلات. الان يعني لازم المراقب واي شخص لازم ياكد هنا يشوف زياره ظريف الى العراق، زياره غير دبلوماسيه بمعنى الكلمه. لقاء بشيوخ العشائر في كربلاء، لقاء مع فصائل الحشد الشعبي ورؤساء الفصائل، لقاء مع فعاليات مو من ضمن اختصاصه. هذه ليست اختصاص وزير خارجية يزور العراق. هذا يدل على أنه الإيرانيين يحسبون مسبقا ويشعرون بالخطر القادم لهم مستقبلا من الولايات المتحدة الأمريكية. التساؤل هنا، كيف يمكن لعملية سياسية أتت بحماية القوات الأمريكية، أتت برعاية الولايات المتحدة، أن يطالب الآن القائمون عليها بانسحاب القوات الأمريكية؟ ونقطة أخرى أود أن أذكرها هنا دكتور، حضرتك تفضلت قبل قليل وقلت بأن هناك تهديدات أمريكية وهناك تخوف أمريكي بهذا التحرك العسكري كذلك. باختصار شديد، من يجرؤ على ضرب الولايات المتحدة بأي مكان كانت، إن كانت إيران أو ميليشيات إيران، هل لديهم هذه الجرأة؟ وإن كانت لديهم لضربوها سابقا في 2014 وقبلها. أخي الأستاذ الفاضل، الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين العراق لا تسمح لهم بالانسحاب، لا تسمح لهم بالانسحاب. هذه نقطة رأس سطر لازم يجب أن يعرفها القاصي والداني. فهذا كله استهلاك لمؤيديهم بأنهم يحاربون أمريكا، وإلا لا يمكن أنه. وبعدين هذه الاتفاقية الأمنية هي نفسها البرلمان وقع وصادق عليها.
من غير الممكن الآن تجي يجي مجلس النواب ويصدر يعني قرار آخر، وإذا صدر هذا القرار للاستهلاك المحلي والإعلامي فقط، القطاعات الأمريكية لن تغادر العراق. وقالها كيسنجر هذا ثعلب السياسة الأمريكية بالحرف الواحد، قال إن خلاصة سياستنا الحالية بالعراق أن يبقى لسنوات طويلة قادمة تحت سيطرتنا الكاملة سياسيا وعسكريا. العامل المهم اللي نجحنا بتأسيسه ونعمل على إبقاء أننا جعلنا الدولة العراقية منقسمة طائفيا وقوميا. دكتور اسمح لي على هذا السؤال المستهلك، لكنه يفرض نفسه أحيانا في بعض المواضيع، أين سيادة العراق من كل ما يجري الآن؟ السيادة مخترق، لا سيادة الآن في العراق لا، لأنه الأمريكان فرقوها والإيرانيين فرقوها والأتراك فرقوها، فكل هذه الكلام عن السيادة هو كلام استهلاكي ليس له قيمة. السيادة عندما تكون فعلا القرارات اللي يصدرها العراق والإجراءات اللي يتخذها العراق هي محط احترام والتزام الدول الأخرى. طيب هناك موضوع آخر يطرح دائما حول مدى جدية الصراع الأمريكي الإيراني الموجود في المنطقة الآن، كان في العراق أو إن كان في سوريا، هل تعتقد أن هناك صراعا حقيقيا أم أن اللعبة كلها بيد الولايات المتحدة، هي التي تقسم الأدوار وهي التي تعطي لإيران الحصة بالتحرك والحرية كذلك؟ سؤال مهم جدا، وأنا أشكرك على هذا السؤال لأنه الكثير يتردد بطرح نوعية العلاقة الدائرة بين إيران والولايات المتحدة. أنا لي يعني مواضيع ومقالات سابقة أنه لا توجد هناك عداوة حقيقية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وإنما توجد هناك مصالح والمصالح مشتركة في العراق. فهذه لعبة سياسية تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تخويف دول الخليج العربي وسحب الأموال من عندها، ومثل ما يعني يتوارد إليكم من أخبار كم سحبت الولايات المتحدة من مليارات الدولارات من دول الخليج العربي بتخويفهم من إيران. طيب ننتقل هنا إلى نقطة دكتور عبد السلام، وهي نقطة الشأن الداخلي العراقي، وهنا أتحدث تحديدا عن المجتمع ليس عن الطبقة السياسية. هذا الصراع الدولي الآن الذي إن كان هو صراعا وهميا أو إن كان صراعا حقيقيا، لكن هل تعتقد أن العراقيون راضخون لهذه الصراعات ولهذه التدخلات الدولية والتدخلات الإقليمية في شؤونهم بقوة ميليشيات وبفرض سلاح على رقابهم، أم أنهم يعني استسلموا لأمر واقع؟ مثل ما تعرف جنابك ويعرف المشاهد والمستمع الكريم أنه من 2003 بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وضمنا إيران بتجريد يعني مع الأسف أنه أطلق آني هذه التسمية، بتجريد المناطق السنية والطبقة السنية من الأسلحة وتشكيل ميليشيات وفصائل مسلحة عند الشيعة. فهذا مما أدى إلى تقوية طرف على طرف آخر، وهذا ما أعتقد يعني يجي احتباطا. أمريكا وإيران ذو مصالح مشتركة في العراق، أما يختلفون في غير أماكن فهذا شيء بحث آخر. ومثل ما صرحت إيران واعترفت أنه لولا وجودنا وإحنا لما كانت الولايات المتحدة تحتل العراق، فالعراقيين الآن منقسمون بين طبقة مسلحة مدعومة من إيران وطبقة لا حول لها ولا قوة ويرضخون للأمر الواقع. شكرا جزيلا دكتور عبد السلام ياسين السعدي، الكاتب والباحث السياسي.